الزيارة اللي أداها الوفد المكلف بنائب وزير السياحة بتاريخ الجمعة 8 سبتمبر 2023 كانت في إطار متابعة الجلسة الوزارية اللي التامت بتاريخ 6 جويلية 2023 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة واللي حضرتها وزارات مختلفة المتداخلة في القطاع للنظر في وضعية السياحة الصحراوية بطبيعة الحال وإعطاء الدفع اللازم والإمكانيات الضرورية للنهوض بالسياحة الصحراوية في ولايات الجنوب ونخصوا طوزر وقبلي وتطوان. ثم عدة قرارات، والقرارات هذه كل وزارة فيما يعنيها مجال التدخل متاعها تم سرد القرارات. وزارة السياحة كوزارة مشرفة عندها مجال التدخل متاعها، وثم وزارات أخرى بطبيعة الحال على غرار وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة التكنولوجيا والاتصال. كل وزارة عندها البرنامج متاعها والعهدة اللي مطالبة بها باش تقوم بها. السياحة الصحراوية سياحة واعدة وعندها إمكانيات كبيرة ياسر وقادرة باش تكون ماهيش مكمل، ولكن على كل سياحة عندها حضورها بالنسبة للوجهة التونسية، خاطر مميزة على الوجهات المنافسة. تو حاليا في تطوين ثم مشاريع سياحية إن شاء الله ماهيش قيد الإنشاء أما قيد الدرس، خاطر الملف نتاع مشروع سياحي يبدأ بالدراسة على مستوى الوثائق الإدارية مع المتدخلين سواء كانوا بلديات وإلا متدخلين ولا إدارة جهوية تجهيز ولا حاجة. ثم مشاريع تو حاليا في إن شاء الله في ولاية تطاوين. التركيز كل التركيز ديما هذا اللي نذكر فيه كونا على الاستثمار، خاطر بطبيعه الحال كما ثماش بنيه تحتيه سياحيه لاننا ما نجموش نحكوا على 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 سياح، خاطر توا مثال السياحه الصحراويه ترتكز بالاساس على العمق الصحراوي. العمق الصحراوي اللي هو راغبين فيه منظمي الرحلات الصحراويه، منظمي الرليات، كل ما هو مسابقات رياضيه عالميه، نزل من نوع يلائم المنطقة، ما همش نزل اللي في المناطق الساحلية، مخيمات صحراوية زادة كيف، ثم يلزم كما قلت بنية تحتية موجودة في المناطق الصحراوية اللي تعاون منظمي الرحلات سواء كانوا الفردية وإلا الرحلات نتاع الراليات باش تنجم من السياحة الصحراوية ننطلقوا في اتجاه ما عاد السياحة الصحراوية نتاع عبور تولي السياحة الصحراوية نتاع إقامة. بالنسبة للتراخيص الصحراوية اللي ترد علينا نطبقوا عليها في المذكرة والواقع تعاون كبير من الولاية، معنا للأمانة ما ثماش تعطيل حال ما الملف تتوفر فيه جميع الشروط اللي مضبوطة بمذكرة عمل سنة 2008 أراو آليا يقع إسناد الترخيص والمجموعة تقصد ربي في اتجاه الفضاء اللي رغبة فيه. الفضاء الجنوبي ما زال الواقع معناه بطبيعة الحال ثم المصالح الجيش الوطني لها تقدير في اسناد التراخيص بطبيعة الحال، خاطر هي الجهة المعنية اللي بالفضاء الجنوبي ومراقبة الفضاء الجنوبي والتحرك في الفضاء الجنوبي. بالنسبة للسياحة الصحراوية تو الواقع للأمانة كما قلت راهو البنية التحتية ثم قرارات اللي أدرجت بالمجلس الوزاري اللي كان بحول الله والناس كلها هي ساعية أنها باش تطبق، احنا كنا نمكن نطبقوهم بحول الله نوصلوا إلى نتيجة إيجابية جدا وباش تكون عندها تأثير إيجابي كبير ياسر على تطور قطاع السياحة الصحراوية بالمناطق الثلاثة طوزر وقبلي وتطاوين. إن شاء الله خاطر هي تطاوين تعتبر معناها تنجم تقول أكبر المناطق من ناحية المساحة الجغرافية في السياحة الصحراوية.